السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نشوف كتاب السندباد في العربي رابعة ابتدائي، وبيصرف مع الكتاب ملحق مراجعة النحو والامتحانات والإجابات النموذجية. ده معناه إن في كتاب تاني هينزل مع الكتاب الأصلي ولكنه لم يصل بعد. تعالوا نشوف السندباد من جوه. أهو الخط بتاعه خفيف شوية. ده تقسيمة المنهج بتاعته. في الأول خالص عامل لي مراجعة على ما سبق دراسته. أدي ورقتين، أدي 4 6 8، الورقة خفيفة، 10 12، حوالي 12 صفحة. وبعدين جايب لي بقى شرح الدرس، سؤال وإجابة، ولكن السؤال والإجابة ده المفروض إنه اتلغى من المنهج الأصلي. أهو وشرح وتذوق سندباد. وطبعا بصراحة هو تمارينه كتير ولكن بيعيبه. أولا خطه خفيف سيكا، تاني حاجة الجداول دي بحبها قوي، تاني حاجة الورقة خفيفة سيكتين وليست واحدة. كتاب سندباد حلو والله ومطلوب بقاله فترة كبيرة. عندي كل شوية ناس يسألوا عنه في العربي وفي الحساب، سندباد سندباد سندباد. ولكن انا يعني برضو لازم اقول اللي واللي عليا، الورقة خفيفة يا جماعة، يا ريت الشركة يعني الورقة تتقل شوية، يعني السعر لو هيغلى شوية والورقة تتقل شوية مفيش مشكلة. لو الطفل مهمل ولا من اللي بيقطع كتبه، عليا النعمة الكتاب ما يعيش معاه 3 ايام. يعني الورقة فعلا خفيفة قوي. شكرا لكم، تابعوني وشكرا لمتابعتكم ودعمكم. وكتاب سندباد في العربي رابعة ابتدائي، ولسه ان شاء الله الملحق بتاعه منزلش، اما ينزل هعرضه على طول.